بحضور فخامة رئيس جمهورية مصر العربي، شارك سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة في جلسات أعمال منتدى شباب العالم في يومه الثاني، حيث افتتحت جلسات الملتقى بالحديث عن اختلاف الثقافات وتنوع الحضارات بين الدول المشاركة بالملتقى، والذي يشهد آلاف المشاركين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. لكننا أتينا إليهم بطرق جديدة، لأن الثقافة نواة للبناء الحضاري، ولأن اختلاف الآراء والأفكار يشكل في تعددهما مزيجا من الثقافات الجديدة المتنوعة. لذا افتتح منتدى الشباب العالمي أبواب جلساته بهذا المحور: الثقافات والحضارات، الذي يعد ركيزة أساسية للتعايش بين مختلف الشعوب، وبوجود قادة من صناع القرار وشباب يطمح بغرس آماله في هذه البوتقة من أجل جميعها. من المحاور المهمة أنه كيف يستطيع أن يربط التاريخ والحضارات مع بعضها بعض لتكمل للمستقبل. وهناك محاور أخرى، على سبيل المثال محاكاة الأمم المتحدة على غرار الجلسات، وأنا أظن هذه تجربة كانت موجودة وما زالت موجودة في مملكة البحرين، وهذا شيء جيد أن الدول العربية تستفيد من تجارب بعضها بعض لكي تطبقها. احنا شايفين انه كل مشاكل الدول دلوقتي في المجتمع الدولي هو اختلاف الايديولوجيات السياسية، اختلاف الاحزاب السياسية، فبتسبب حروب اهلية، تسبب حروب، ومشكلة اللاجئين طبعا دي مشكلة اساسية وملف مهم في المؤتمر. فكان الحل من الشباب ان هم يتمردوا على كل هذا الواقع الاليم، ان هم يعني يكون في حوار. الهدف اوصل رساله انه الاختلاف هو يعني ده بيسري البني ادم، مش بيهدده، مش بيهدد ان حضارته او ثقافته تتمحي وياخد مكانها حضاره اخرى، بالعكس هو اسراء مش اكتر. وخلف تلك الجلسات المثريه موائد مستديره ولكن بطابع شبابي، فقد تفرق آلاف الشباب بمرافق قاعات المنتدى في حوارات جانبية هدفها التعارف وتبادل الآراء والخبرات. الجانب الرسمي بيبقى موجود من خلال الجلسات، الجانب غير الرسمي بيبقى على المستوى الإنساني. اللي جايين من جميع أنحاء العالم بيقدروا إن هم يتواصلوا سواء داخل القاعة أو خارج القاعة. ممكن أنا يبقى عندي كمجتمع مصري اهتمامات مش موجودة عند مجتمع أوروبي، مش موجودة عند مجتمع تاني في مكان آخر في الولايات المتحدة، في إفريقيا. فلما تبذل مجهود أنك تلاقي أرضية مشتركة وموضوعات يبقى الكل جاي مهتم بطرح رؤيته فيها، أتصور دي فايدة الأهم. متحدثون تنوعت أطروحاتهم وقضاياهم في هذا الملتقى، صغار وكبار جمعتهم رؤية واحدة وهدف يسعى إلى التنمية والازدهار. نحن أطفال أو شباب صغار بجسمنا، بس بعقلنا يمكن نحن أكبر ما تتفكروا، ونحن يعني الدولة تحتاجنا ونحن موجودين للدولة، بس أنتوا تنادون نحن موجودين. نصيحتي لكل حد إن لا تستسلموا، إذا أحلامكم كبار لا تستسلموا عليهم، لازم تجربوا عشان إذا أنت تبغى أي شيء تبغى تقدر تسوي. فعاليات شتى وأنشطة منوعة داخل وخارج هذه القاعة ترافق هذا المنتدى، تشمل زوايا تاريخية وتثقيفية وسياحية وغيرها. حشود شبابية أرست طموحاتها وأفكارها في هذا المكان الذي مهد لهم أرضية مشتركة لتبادل الخبرات وإضفاء صبغة مستقبلية ذات رؤية نهضوية وحضارية. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، شرم الشيخ.